لليوم الثاني على التوالي تصدر واسم أنقذوا أنهار الديك مواقع التواصل الاجتماعي. فدعما للأسيرة الفلسطينية أنهار الديك، أطلق جيش الهبد الإلكتروني، وهو تجمع شبابي فلسطيني ينشط في مجال الضغط على المجتمع الدولي في قضايا وطنية عديدة، حملة لإطلاق سراحها، لاسيما وأنها تعاني ظروفا صحية غاية في الصعوبة بسبب حملها وإمكانية خضوعها لعملية ولادة قيصرية طارئة. وأرفق جيش الهبد الإلكتروني على صفحته كاريكاتير لأنهار الديك وهي تلد ابنها داخل السجن، وعلق على الصورة: سنتوجه إلى صفحة الصليب الأحمر الدولي من أجل التدخل في الإفراج على الأسيرة أنهار الديك الحامل في الشهر التاسع بطفلها الثاني والمعتقلة لدى الاحتلال. أنهار تعاني ظروف صحية خطيرة وتعاني من اكتئاب ثنائي القطب، وهو خطر على صحة الأم والجنين. ودخلت الديك التي تبلغ من العمر 25 عاماً شهرها التاسع قبل عدة أيام، ما يعني أن آلام المخاض قد تداهمها في أي لحظة، فضلاً عن أنها تعاني من اكتئاب الحمل كما ذكرنا ثنائي القطب وفق ما أعلنت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهو ما يتطلب رعاية صحية خاصة. واعتقلت قوات الاحتلال أنهار من بلدة كفر نعمة غرب رام الله في آذار الماضي بينما كانت في الشهر الرابع من الحمل. ووفقا لما نقلته محامية هيئة شؤون الأسرى عن الأسيرة الديك، فإن مخاوف مداهمة مخاض الولادة تزداد بسبب عدم ملائمة السجون لاستقبال طفل جديد، فظروف الاعتقال سيئة للغاية وقد يصاب الطفل بالصرع نتيجة العد والتفتيش وقرع الأبواب والشبابيك عدا عن حالات الطوارئ. الكبار يصابون بحالة من الذعر جراء هذه الإجراءات القمعية، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للطفل سيولد ويربى داخل المعتقل؟ الحملة التي أطلقها جيش الهبد بدأت بحملة تغريدات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين وسم أطلق سراح أنهار الديك ووسم من أسيرة فلسطينية إلى العالم فكوا قيدي، وبلغات عديدة من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، إضافة لصور ورسوم كاريكاتير ومعلومات عن الأسيرة الديك. وغردت ليلى على موقع تويتر: أم فلسطينية على موعد مع الولادة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، اسمها أنهار الديك. أنهار تطلب الحرية حتى تتمكن من تغذية طفلها وتربيته في بيئة آمنة وصحية، مع وسم أنقذوا أنهار الديك. أما أنوار فكذبت: خضعت أنهار لسبع جلسات محكمة حيث تم تأجيل جميع المحاكمة دون سبب، ولم تصدر المحاكم حكما في استئناف عائلتها بالإفراج عنها متجاهلة أنها حامل وتعاني من مضاعفات. وفي تغريدة أخرى لفلسطين كتبت: ألم الولادة هو ثاني أقصى ألم في الحياة بعد الحرق حيا، فما بالك بالولادة في سجون الاحتلال تحت ظلم وتعذيب وتكبيل أيادي. يا رب أنت أعلم بحال أنهار، فالطف بها واحفظها بحفظك يا أرحم الراحمين، مع وسم أنهار الديك، أنقذوا أنهار الديك. إلى هنا وصلنا لختام جولتنا البانورامية، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.